آخر، وفي إطار الدعم الكبير والمتواصل لمختلف شرائح المجتمع لقوات البيجمركا، زار وفد من رجال الدين وأساتذة معهد العلوم الإسلامية قضاء خانقين للإعراب عن دعمهم ومساندتهم لقوات البيجمركا المرابطة في خنادق المواجهة مع إرهابي داعش. قائد قوات البيجمركا في محور خانقين وجلولاء أشاد بزيارة الوفد، معتبرا إياها خطوة للتعبير عن مدى التلاحم بين الجماهير وقوات البيجمركا التي أصبحت اليوم رمزا للتضحية والفداء والبطولة. أشاد محمود سنقاوي مسؤول محور قرمسير بزيارة ودعم رجال الدين وأساتذة معهد العلوم الإسلامية وجمعية تنظيمات القدامى لدعمهم لقوات البيجمركا، مشيرا إلى التأثير البالغ والدور المهم الذي يلعبه رجال الدين في زرع الأفكار الصحيحة. جاء ذلك لدى استقباله عدد من أساتذة معهد العلوم الإسلامية وجمعية تنظيمات القدامى الذين زاروا مدينة خانقين ومنطقة قرمسير للإعراب عن دعمهم لقوات البيجمركا وابداء استعدادهم للقيام بأي واجب يناط بهم لدعم قوات البيجمركا. نشكر أهالي إقليم كردستان بصورة عامة ورجال الدين وأساتذة معهد العلوم الإسلامية على وجه الخصوص على زيارتهم هذه ودعمهم المتواصل لقوات البيجمركا في أرض المعركة، حيث إن زيارتهم ودعمهم هذا يمثل شيئا مهما لقوات البيجمركا لما لهذه الشريحة من التأثير البالغ على عامة الناس. فهؤلاء الأساتذة جاءوا لهذا المكان ليقولوا لقوات البيجمركا أن معركتكم معركة مباركة كونكم تدافعون عن الأرض وعن الأرض. رجال الدين وأساتذة معهد العلوم الإسلامية وجمعية تنظيمات القدامى أعربوا عن ترحيبهم بأن البيجمركا يقاتلون في خندق واحد من شنقالة إلى حمرين وخانقين، مؤكدين بأن ذلك إن دل على شيء فإنما يدل على وحدة صف شعبنا. باسمي وباسم جميع كادر التدريسي في المعهد وأيضا العمداء الآخرين الذين انضموا إلي وجاءوا إلى جبهات القتال جبهات العز والكرامة للدفاع عن كردستان الحبيبة ضد تنظيمات ما يسمى بداعش، هذه التنظيمات الإرهابية التي لا تمثل أبدا الإسلام ولا المسلمين، إنما تمثل أجندات خارجية معلومة للجميع، الغرض منها ضرب الاستقرار في كردستان والدول الآمنة. نحن أعضاء جمعية تنظيمات القدامى التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني جئنا اليوم لزيارة قوات البيجمركا في أرض المعركة وفاء منا لهم لأنهم المدافعون الحقيقيون عن تربة وشرف كردستان وأهلها. نحن أساتذة معهد العلوم الإسلامية في كردستان العراق، جئنا إلى هنا لكي نرى الجبهات الأمامية ونرى إخوتنا الأبطال الذين يتربصون للأعداء الديني للدين والملة، فنحن جئنا إلى هنا لكي نقوي عزمهم ولكي نقول لهم إن هؤلاء بعيدون من الدين وهم يدعون الإسلام وهم يخادعون الناس باسم الإسلام ويدعون الناس إلى صفوفهم، وهؤلاء ليسوا من الدين وهم يفترون على الله الكذب. قوات البيجمركا وكما هو معتاد على معنوياتهم العالية ثمنوا دعم رجال الدين لهم وأكدوا أنهم ماضون في الدفاع عن آخر شبر من أراضي كردستان. نحن قوات البيجمركا في هذا المكان وبمعنويات عالية وبقناعة وإيمان مطلق نحارب أعداء الإنسانية، وكل أهالي كردستان كانوا معنا في هذه المعركة، لذا نحن نشكر كل أهالي كردستان. نحن قوات البيجمركا المتمركزة في جبال كوباشي نشكر ونثمن عاليا هذه الزيارة الطيبة وزيارة أهالي كردستان لنا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أننا جميعا في صف وخندق واحد في محاربة الأعداء. رجال الدين وباقي الشرائح في إقليم كردستان قد ثبتوا موقفهم الداعم لقوات البيجمركا من خلال دعمهم المتواصل لتلك القوات في أرض المعركة، وليقولوا للعالم كله إن أهل كردستان كلهم بيجمركا. لفضائية كركوك من منطقة كوباشي في ناحية السعدية، عباس الأركوازي.